أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، معشر الإخوة والأخوات، دائما مع سلسلة تذكرة الحاج والمعتمر، اليوم مع الحلقة الثالثة تحت عنوان نصائح عامة. تعرفون رحمكم الله كيف أن أمور الحج والعمرة تحتاجان إلى كثير من الاستعداد وكثير من التركيز وكثير من حسن الاختيار حتى تؤدى على الشكل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وأريد أن أقدم في عجالة بعض النصائح العامة المتعلقة ببعض جوانب هاتين العبادتين. النصيحة الأولى تتعلق بالأنساك الثلاثة. كما هو معلوم، فشرع الله سبحانه وتعالى أعطانا الخيار بين ثلاثة أنساك. بإمكان الإنسان أن يحرم بالعمرة ويسمى متمتعا، أو أن يحرم بالحج فيعتبر مفردا، أو أن يجمع بينهما في نية واحدة فيكون مقرنا. ومن حيث المبدأ لديه حسن اختيار رغم اختلاف الفقهاء حول أيها أفضل، فذهب المالكية إلى أن الإفراد أحسن، وذهب آخرون إلى غير ذلك. ولكن عندما ننظر إلى واقعنا الآن وما يعيشه الحجاج والمعتمرون، هناك من ظروف، فنحن ننصحهم بالتمتع، فيحرم الإنسان بها حتى ينهيها، ثم عندما يأتي يوم الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج بعد ذلك، فيأتي بمناسكه. والسبب في ذلك أنك عندما تحرم مفردا أو قارنا تجد نفسك في حرج من حيث الإحرام، سواء تحدثنا عن الإحرام هنا كلباس، لباس الإحرام الذي هو واجب من الواجبات، يتعبك نظرا لطول المدة، ويتوسخ بعد كل مرحلة وأخرى، فتجد نفسك في حرج. ثم في الجانب الثاني، وهذا هو الأهم، أن طول مدة لبس الإحرام يؤدي إلى وقوع الحاج في المحظورات، فيرتكب أخطاء، فيضطر مرة أخرى إلى الفدية وما صاحب ذلك. ولهذا يستحسن أن الإنسان يحرم بالتمتع، والعمرة لا تأخذ وقتا طويلا، فإذا أنجزها يتحلل ويصبح إنسانا عاديا، ويبقى مدة طويلة ريثما يأتي يوم الإحرام بالحج. وهذه قضية أساسية ومهمة. النصيحة الثانية تتعلق بمضاعفة الأجر والثواب على العبادات أثناء الحج، ولا سيما في المسجد الحرام وما جاوره. وكثير من
إخوتنا وأخواتنا في أمس الحاجة إلى التذكير بهذا. ففي ذلك المقام الطاهر يعطي الله سبحانه وتعالى من الأجر والتواب على العبادة وعلى عمل الخير ما لا يعطيه في مكان آخر. ففي المسجد الحرام العبادة فيه 100,000 عبادة، يعني فيما سواه، وهذه غنيمة كبيرة ومهمة. الإنسان المذنب الضعيف في أمس الحاجة إليها، هذا جانب. الجانب الثاني أن الإنسان مطلوب منه هنا أن ينوع في العبادة، لأن كل عبادة مقصودة بما ذكرناه. فعلى سبيل المثال الحصر، الصلاة، كل واحدة منها 100,000 صلاة في غير ذلك من المساجد، سواء تعلق الأمر بالصلوات الخمس أو تعلق بما تقدمه من نوافل الخير. وكذلك الشأن في الطواف ببيت الله، وقل مثل ذلك بالنسبة للصدقة، فمن تصدق بدرهم واحد فكأنما تصدق 100,000 درهم. ويدخل في هذا الصلاة على الجنازة، وما أكثر الجنائز في ذلك المقام، والذكر والدعاء، يعني كل ذلك بفضل الله أعمال طيبة مباركة يؤجر الإنسان عليها. النصيحة الثالثة تتعلق بالوقوف بعرفة، مما يسهو عنه كثير من الحجاج والمعتمرين، أن يوم عرفة هو أعظم يوم عند الله سبحانه وتعالى. يعطي فيه الله تعالى من الأجر والتواب ما لا يعطيه في غيره من الأيام، ويعتق فيه ربنا جل وعلا من الرقاب ما لا يعتقه في وقت آخر. ولذلك مطلوب من الإنسان أن يستغل هذا الظرف، والأمر مطلوب ممن وقف بعرفة، ومطلوب أيضا ممن سواهم من تخليد ذلك اليوم بالصيام. أما الحاج فلا صيام عليه، قلت من صيام والإكثار من الدعاء ليمحو الله الذنوب ويعتق الرقاب. ويجب على الحاج أن يحرص على أن يكون داخل حدود عرفة، فإذا خرج منها لا قدر الله فقد نقض وقوفه، يبقى داخل الحدود، يتحرك نعم ولكن يبقى داخل الحدود ولا يخرج حتى يؤذن له بعد المغرب. ويسمع الناس الوقوف فيظنون أن المطلوب منه أن يبقى واقفا، وهذا غير مطلوب. فالمقصود هو التواجد داخل حدود عرفة كما ذكرت منذ قليل. وينوع الإنسان بين العبادات حتى لا يتعب، يمزج بين الذكر والدعاء والصلاة وقراءة القرآن وحتى الاستراحة إذا تعب، فكل ذلك داخل في أعمال الخير، ورأسها جميعا هو الدعاء، لأن يوم عرفة هو يوم البكاء على الله تعالى والتوبة من الحول والقوة والطمع في العتق من النار. المسألة الأخيرة أو النصيحة الرابعة الرجوع من عرفة. ما أقصد أن أشير إليه هنا
أن الرجوع من عرفة بالنسبة للقادر بدنيا والسالم صحيا، الأفضل له أن يفيض من عرفات مشيا، فهذا العمل طيب مبارك جميل، وفيه من المتعة ما لا يقدر بثمن، ذلك أن الإنسان يكون في ركب الحجاج سيل جارف من البشر بنظام وانتظام، وهم يذكرون الله سبحانه وتعالى ويدعون، فتحس بالافتخار بأنك مسلم داخل تلك الجموع الطيبة المباركة التي ترجو رحمة الله وتخشى عذابه. وميزة المشي كما قلنا ما فيه من متعة، وثم ميزة أخرى أنك تصل قبل غيرك، لأن المشي في طريق المشاة هو سير منساب، بينما الراكبون يتعرضون لعوائق كثيرة في الطريق تجعل سير العربات بطيئا جدا، وقد تؤدي في بعض الأحيان إلى توقف السير نهائيا، ريتما تتنفس الطريق، فيأخذ ذلك وقتا طويلا، وهذا بالنسبة للقادر كما هو معلوم. أما من كان مع النساء ومع الضعفة فالشرع نظر إلى حاله وفضل له أن يختار الركوب لأنه أسلم له وأوفق، ولله الحمد والمنة، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.